الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا يا شهر رمضان. مرحبا أهلا وسهلا يا شهر القرآن. مرحبا أهلا وسهلا يا شهر المحبة. مرحبا أهلا وسهلا يا شهر العتقاء. مرحبا أهلا وسهلا بجميع المؤمنين والمسلمين. مرحبا أهلا وسهلا لمن أحبه الله ورضي عنه وأرضاه. مرحبا أهلا وسهلا لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وجعله قبلة المسلمين ومحب العاشقين وجعله من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، جئنا بك لمحبتك ولعشقك ولرؤيتك، ونرجو أن تتحفونا بمحبتكم. رمضان قد انتهى بضعة أيام وينتهي، أو بضعة أسابيع، فمن يعمل عملا صالحا فقد فاز، ومن لم يفعل الله غفور رحيم. نحن قطب المتصرف كما أسماني مولانا الشيخ ناظم أعلى الله تعالى درجاته دائما، مولانا الشيخ عبد الله الفاز الدغستاني مدد الحق. هؤلاء الألقاب هم يتبعون يا مولانا الشيخ في كل لحظة، هو قائدهم ومعلمهم، وعلمنا من الأسرار ما يعجز عنه اللسان. فطوبى لنا ولكم بما أعطانا الله عز وجل من جواهر رمضان ومن جواهر الأولياء الذين هم تحت القبة الزرقاء وتحت القبة الخضراء وتحت قبة الحمراء وجميع القبب الخاصة في ديوان الأولياء. نرجو الله عز وجل أن يمنحنا الصحة والعافية وحسن المتابعة، ونرجو الله عز وجل أن يمنحنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته، ويجعلنا معه في الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.